لمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا من القاهرة مباشرة محمد الكميم الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا وسهلا بك معنا سيد محمد. في البداية نريد أن نفهم منك ما هو سر هذه الانتصارات السريعة والخاطفة لألوية العمالقة الجنوبية بداية من مديريات بيحان وتحريرها بالكامل ثم الانتقال إلى ما بعد بيحان وهي مناطق مأرب حريب والآن إلى مناطق الجوبة. تفضل. أولا تحية لك وللمشاهدين الكرام. لا شك أن ألوية العمالقة أصبحت القوة تقريبا الأولى في الجيش اليمني ونواة أو نقطة ارتكاز أو الرافعة المعنوية الرئيسية للشعب اليمني. رأينا ألوية العمالقة ألوية مدربة ذات كفاءة قتالية عالية، رأينا احترافية كبيرة جدا، رأينا ألوية تقاتل بتكتيكات عسكرية متعارفة، رأيناها تستخدم الأسلحة الحديثة المشتركة خير استخدام وتستخدم التكتيكات اللازمة لكل ظروف المعركة. رأيناها كيف تتعامل مع المناطق الصحراوية وكيف تتعامل مع المعركة الجبلية، ورأيناها كيف تتحرك أدارت معركتها من الحركة. وعندما تتكلم عن إدارة معركة من الحركة ويتم إجراءات التحضير للمعركة من على عجل، دليل احترافية عالية للقيادة عمليات تلك الألوية العملاقة، والآن احنا نسميهم عمالقة اليمن. صراحة ألوية العمالقة أيضا تمتلك قيادات على مستوى الألوية وعلى مستوى الكتائب ذات كفاءة أيضا وخبرة كبيرة جدا. صقلت تلك الألوية كثير من التجارب والمعارك ابتداء من 2015 عندما تم تحرير محافظة عدن وبقية المحافظة الجنوبية. رأينا أيضا في استمرار المعارك والعمالقة التالية في الساحل الغربي حتى وصلت إلى أبواب مدينة الحديدة. رأينا قوات فعلية حقيقية متطابقة مع كشوفاتها و ملاكها البشري. رأينا أيضا وحدات عسكرية متخصصة مدربة، عندما نتكلم عن كتائب قناصة، كتائب المدفعية المتخصصة، وتتفرع على أيضا وأيضا وجود الفرق الهندسية والتي تقوم بدور عظيم لفتح الثغرات في المعارك. ونتكلم عن الفرق الهندسية التي تعتبر الآن المعركة الرئيسية مع الميليشيات الحوثية هي معركة الألغام. مع ميليشيات ضعيفة لا تستطيع أن تواجه وتعاني عجز في العدة والعتاد. طيب أستاذ محمد، برأيك هل من المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة أن تتحرك القوات الحكومية لمقاتلة ميليشيات الحوثي؟ نحن كنا نسمع سابقا أنها تقف موقف المدافع في جبهات مأرب. طبعا اكيد يعني نتكلم الان على معارك هجوميه في كل الجبهات. كانت قوات الجيش الوطني في مأرب في وضع صعب جدا، استمرت تقاتل الوحيده لمده عام كامل، قدمت كثير من التضحيات، واجهت كثير من الصعوبات، هناك ايضا ضعف في اداره المعركه وضعف في القياده، هناك كثير من السلبيات التي رافقت المعركه في مأرب، وكان اهم السلبي انها تقاتل الوحيده وتركيز الجهود الرئيسيه من قبل المحتل الحوثي على محافظة مأرب. الآن تحرك ألوية العمالقة من 1/1/2022 أزاح كثير من الضغوط على محافظة مأرب وعلى الجيش الوطني هناك. الآن نرى معارك هجومية. نعم، المعارك الهجومية في مأرب ليست بالمستوى والطموح الذي نتوقعه. هناك أيضا ما زال هناك بطء في أداء مهامها، لكن أيضا تقوم بدور ممتاز. إضافة إلى أننا أيضا ننتظر تحرك بقية الجبهات للجيش الوطني أيضا في حرض وفي جبهات تعز، رغم أن جبهات تعز مشتعلة هذه الأربع أيام. أنت تقول أستاذ محمد، معذرة على المقاطعة، أنت تقول ننتظر أن تتحرك هذه القوات في تلك الجبهات في تعز وحرض وبقية المناطق والمحافظات التي تقع تحت أو المناطق التي تقع تحت سيطرة القوات الشرعية، لماذا لا تتحرك فعليا برأيك؟ هناك في جبهات تعز تقريبا قبل 4 أيام تحركت الجبهات هناك. طبعا أنا عندما أناقش بعض الزملاء هناك في جبهات تعز وأناقش بعض الزملاء القادة هناك يشكرون كثير من الشكاوي، هناك نقص في العدة، هناك نقص في العتاد، هناك نقص في الملاكة البشري، هناك نقص في التسليح، نواقص في الذخيرة،
يعني هبوط في بعض المعنويات، وعندما نتكلم الآن على تحرك جبهات تعز هذه الأربع أيام مع إسناد الطيران التحالف العربي، الإسناد أيضا هناك أيضا تقدمات في جبهات تعز، جبهات حرض في ضعف فيها، يعني هم الآن بدأت تتحرك لكن ليس بالمستوى الذي ننشده.